بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في أول فيديو متاع الاتحاد الوطني الحر. الاتحاد الوطني الحر كما تعرفوا حزب جديد، حزب شبابي، حزب طلع الآن للساحة السياسية، عنده أهداف نبيلة. ونحب نحكي لكم في الفيديو الأولى على طبعا تاريخ الحزب وكيفاش بدأت فكرة تكوينه، وشكون سليم الرياحي اللي هو كان المؤسس الرئيسي نتاع الحزب واللي هو الآن رئيس الحزب، وكيفاش بدأ من اللي صغير في نضاله السياسي من حكم العائلة اللي ينتمي لها. سليم الرياحي جاي من عائلة اللي عرفت الاضطهاد من الأول، بحكم أنه والده كان من المعارضين تقريبا 30 سنة من قبل، وكانوا المعارضين وكون حزب هو، ووقع اضطهاده ووقع طرده وخرج جون إكزيل لعدة بلدان. وهذا الضرر اللي تعرض له والد سليم الرياحي سي محمد الرياحي مس عائلته بالكامل. وسليم منذ صغر سن ومنذ كان عمره 12 سنة بدأت المشاكل وبدأ الاضطهاد عليه يمارس على الوالدة متاعه وعلى أخته. منهم مثلا أنه اضطر يخرج من البلاد ويشق الحدود ويهرب هروب هو والدته وأخته صغار وبنات. لذلك صار تكون من الأول إحساس بالقهر وبالظلم وبعدم العدالة. ومن ناحية هذه أنه هو بالرغم اللي ما مارسش السياسة منذ صغر سن وما مارسش السياسة للإطلاق من قبل، لكن ترعرع في محيط ومناخ اللي شاف الوالد متاعو شنو صار فيه، وشاف أنه كيف تكون مثلا العمل السياسي والعمل في وسط حزب حتى من في تونس والبر. كبر من بعد وتكون اقتصاديا ومعنويا، كمل دراسته، وكما يعرفوا الناس الكل نجح نجاحات ما شاء الله، كون عديد الشركات. ومنذ سنين وعبر السنوات كانت عنده الرغبة أنه النجاح هذا اللي كونه برا في البلدان الأخرى أنه يجي ويطبقه في تونس، يساهم في الحركة الاقتصادية، يساهم بخبرته في إدارة الشركات وفي إدارة مشاريع كبرى على النطاق الاقتصادي، لكن زاد على النطاق الاجتماعي، لأن الشركات هذه والمجموعات اللي اشتغل معهم واللي كونهم ونجح بهم ومعهم هذوما تكونت معاه ناس بالآلاف. شغل مثلا خدم هو 7500 منهم 1500 تونسي البر، وجاب معاه على الأقل 50 شركة تونسية اللي دخلها مثلا للإمارات أو دخلها لليبيا أو استعملهم في مهمات معينة في أوروبا مثلا. لذلك كانت الرغبة من الأول أنه يجي لتونس ويطبق الخبرة هذه، يجيب هو يدخل كمستثمر أو معناه يبعث مشاريع مع مجموعات ثانية مع خبرات دولية مع مستثمرين أجانب. لكن كما تعرفوا لحكم الظروف اللي كانت عليها البلاد معناه منذ عشرات السنين وبسبب الفساد بسبب الظلم كان وقع إقصاؤه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والسبب هذا هو كان مع مجموعة المؤسسين تاع الحزب منهم الشخص اللي قدامكم نجيب درويش، كنا نتحدثوا على الظروف هذه وكنا نقولوا علاش احنا ننجحوا برا وما ننجحوش في بلادنا، علاش اللي نتساهموا به في الاقتصادات الأخرى علاش ما نساهموش بها في تونس. الآن بعد الثورة المجيدة وبعد ما تنحاو لي زوبستاكل هذوم وبعد ما صارت الأمور مفتوحة ولو أنها مازالت مش بالطريقة الكاملة، لكن الآن صار المناخ يسمح على الأقل أنك تجي وتكون حزب وتدخل بمشروع لتونس، تدخل بمشاريع
فكرية سياسية اقتصادية أنك تعبر بها على مقدوراتك، تعبر بها على نية نفع البلاد ونية أنك تضيف حاجة للشعب التونسي. هذه معناها بطريقة مبسطة كيفاش كانت فكرة السي سليم الرياحي كيف بدا الحزب. الآن بدا الحزب وخذينا الرخصة منذ 19 جوان 2011، وبدا الشغل هو قبل حتى ما ناخذ الرخصة، وبدينا في عملية الاستقطاب، بدينا في عملية التعريف بالحزب. لكن خيرنا أنه تكون عنا استراتيجية واضحة. الاستراتيجية هذه تكون مبنية على العمل الحزبي، هذا يكون على المدى البعيد. العمل الحزبي هذا ماهوش مجرد أنه نتهافتوا على الساحة السياسية ونجيبوا ناس معانا تعرف تتكلم أو تفهم في السياسة وتخرج في التلفزة وتخرج في الراديو. لا، قررنا أنه نقوم بالأشياء بالمرحلة بالمرحلة، نقوم بالأشياء بطريقة علمية ومنهجية. الناس صحيح حكينا معاهم وديما يقولونا علاش انتم ما ظهرتوش من الاول، علاش ما جيتوش في التلفزة وعملتوا حوارات. احنا خيرنا انه ما نجيش نعمل جوست بروشور او نكتب اي برنامج وننقل شنو عملت الناس وكل هكيك في اقرب وقت نخرج نقول احنا حزب. لا، قررنا انه نقوم بالعمل هذايا اللي هو هام جدا. احنا يلزمنا نكونوا اساسات الحزب، يلزمنا نكونوا برنامج صحيح، برنامج واقعي، برنامج يكون جاي من عند الجهات والشعب، هو اللي يعبر على الافكار هذه او هو اللي يعبر على شنو الحاجيات نتاعهم. من بعد لمينا الخبراء التوانسة، والخبراء هذم شافوا مجموعة المقترحات أو المطالب الجهوية والشعبية، ومنها هما صارت لهم تصورات على الميادين كل، على الميادين السياسية الاجتماعية الاقتصادية، على ميادين التعليم. فما برنامج ما يخص الشباب، فما برنامج يخص المرأة بصفة عامة مثلا في تونس، برامج تتحدث على الهوية التونسية، تتحدث على علاقتنا بالأيديولوجيات والدين مثلا. هذا من كل الخبراء كونوا تصورات، كونوا مقترحات، ومن بعد جبنا حتى خبراء من برا شافوا، اللي عندهم هما خبرة في الديمقراطية أكثر، اللي احنا مثلا ما عندناش الآن في تونس بحكم أنه ما عندناش تجربة واضحة في عملية مثلا الخدمة في السياسة على انتخابات وكل شيء بطريقة شفافية وفي ظل ديمقراطي بحت. هذه بالنسبة لنا خبرة جديدة، هذه ظروف جديدة. لذلك الخبراء هذوما جاءوا عملوا كورديناسيون معنا، عملوا تنسيق، أبدأوا آرائهم كيفاش يكون برنامج جدي. الخبراء التوانسة جابوا الأفكار، هما اللي كونوا المقترحات هذوما، وصارت من بعد ديزيتود أنه نشوفوا هل المقترحات هذية اللي يلزمها تكون واقعية وجدية، هل هي ممكنة، شنو تأثير مثلا إذا احنا نجيو باش نغيروا في القانون الضريبي مثلا، نقصوا مثلا في ليتود دوانيي أو نزيدوا فيهم، شنو تأثير هذا على البيجي متاع الدولة، شنو تأثيرها على الاقتصاد بصفة عامة. معناها كيف تشوفوا حاولنا وقاعدين نخدموا الآن أن المقترحات هذه الكل تكون مدروسة من ناحية مالية، تأثيرها زاد على المجتمع، وأكثر من هذا الكل أنه كل جهة من جهات تونس تكون عندها برامج خاصة بها، برامج جاية من عندهم ويكونوها خبراء، وبعد تصير تولي مقترحات واضحة مدروسة، وبعد نرجعنا لهم كونا دي سيلول دو سونداج، نهبطوا للجهات، يجيونا الناس من الجهات الكل، نحكيوا معاهم عن المقترحات هذوما ويبديوا آراءهم في المواضيع هذه الكل.